H كما سنمثله في الشكل التالي هرم تتوسطه C ورؤوسه الأربعة فيها H. لدينا المثال التالي NH3 تمثيل لويس N لديها ثلاث أزواج رابطة وزوج حر وحيد لاحظ أن N تساوي 3 أي عدد الأزواج الرابطة M تساوي الواحد هو الزوج الحر الوحيد N زائد M يساوي 4 هذا يعني أنه تمثيل جليسبي لـ NH3 يكون على شكل هرمي رباعي الأوجه تتوسطه N ورؤوسه هي H عدا